في أكيد بطبيعة الحال أنت في عندك عدة منصات إنه بتمكنك إنه أنت تكتب كود بايثون أونلاين بدون ما إنه أنت تنزل عندك بايثون ولا إنه أنت تعمل سيت أب للإنفايرمنت عندك. هاي بتلاقيها في هذا الأرتيكل. طبعا عندك بطبيعة الحال جوجل كولاب هنستخدمه بكثرة في هذا الكورس. تمام، طبعا اول ما تفتحه انه بيجي لك هنا انه انت تعمل نيو بوك نوت بوك او انه انت تفتح واحد يعني انه انت كنت اوريدي فاتحه قبل هيك. هو فعليا بعمل لك اياه على جوجل درايف ولكن بيكون بامتداد معين اي بي واي ان بي الامتداد تبع هذا الملف اللي هو نفسه هذا النوت بوك اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو اي بي واي ان بي انتراكتيف بايثون نوت بوك. تمام، فتعمل نيو نوت بوك فعليا هو بيعطي لك 16 جيجا رام وكواد كور سي بي يو وبدي لك السيشن تبعتك انه 12 ساعة فور فري. تمام، وهي تعتبر انه يعني enough بالنسبة لنا انه احنا نجري يعني نشتغل يعني experimentation. طبعا انت اذا اشتغلت في شركة بعد هيك ومحتاج انه انت يعني تشغل اشي يعني اكتر فساعتها انه يعني ممكن انه انت يكون في عندك حساب على الكلاود مدفوع بيتيح لك انه انت تشغل ساعات اكتر او تستخدم جي بي يو اكتر. تمام، طبعا الجي بي يو هنا فعال بالاضافه لكواد كور سي بي يو 4 سي بي يو مع الجي بي يو هذا غير بالاضافه ل 16 جيجا رام. طبعا هنا انه انت ممكن تضيف كود وتكست بايثون نوت بوك نفس النوت بوك اللي احنا اشتغلنا عليه. لو بدك تنزل شغله معينه بتحط انت عندك علامة التعجب وبتكتب بيب انستول لنفترض انه هي تنسر فلو مش نازلة بتكون او اعتقد بتكون نازلة هنا باي ديفولت ممكن نزل بي واي تورش. طبعا هاي ديب ليرنينج لايبرري وراها فيسبوك او فيسبوك تدعمها. فلما تعمل زي هيك انه اكسكيوت كنترول انتر فعليا بيبدأ ينزل لك الباكج. هاي بعملها داونلود وبعملها انستليشن. أنا نزلتها سابقا قبل هيك ولكن إنه فيها إيرور أي باكج تانية نزلك إياها بهذا الشكل. خلاص ساعتها بتقدر إنه أنت تستخدمها تعمل إنه from flask import بهذا الشكل. طبعا بتقدر انه انت تنزل تشغل كوماند لاينز للينكس مثلا على سبيل المثال بتحط علامة التعجب مثلا بي دبليو دي. شو هذا الكوماند بيسوي؟ برنت وركينج دايركتوري بالضبط. طبعا بطبيعة الحال انه كل الاوتلاين او الهيدنجز اللي موجودة عندك هنا كمارك داون انت ممكن تشوفها هنا زي هيك. فبالتالي إذا أنت بتعمل مثلاً سيكشن جديد هنا كتكست وبتقول مثلاً هنا installation هاي بيظهر عندك هنا في table of contents. تمام؟ هذه كود snippets معينة جاهزة ممكن إنه أنت تحطها على طول بدرج لك إياها. تمام؟ هي زي مثلا هاي انه install 7zip reader ف يعني ممكن تتعامل مع داتا سيت انه ملفات مضبوطه فبروح بنزل لك اياها زي هيك. تمام، وهذا عباره عن المجلدات اللي موجوده عندك. والميزه في الموضوع ان انت ممكن تعمل ماونت للجوجل درايف.
طبعا بطبيعة الحال انت ممكن انه انت تنزل داتا سيت من على الانترنت، تمام، باستخدام الكوماند هاي انه wget. هاي بقدر اتحكم فيها، انزلها تحت wget. نعم wget. على سبيل المثال بدك تاخذ هاي الصورة، هاي اللي افتحها في، بحط المسار تبعها زي هيك، فهي نزلت معي زي هيك. فبالتالي انت بتقدر تجيب داتا سيت من برا، فيش داعي انه انت ترفعها. هذه شغله كثير مهمه، لانه احنا عندنا الرفع فيه اشكاليه. داتا سيت بالجيجا بتنزلها من مصدرها الاصلي وبتفرطها، بتفكها، بتعملها، بتشتغل عليها على جوجل كولاب بهاي الكيفيه. فهذه البيئه الاولى اللي انت ممكن تشتغل عليها، الجوجل كولاب، وزي ما حكينا هنشتغل عليها بكثره. في عندك كذلك منصه الكاجل، برضو نفس الفكره. الكاجل هي عباره عن الداتا ساينس هوم، يور هوم for data science، زي ما هو كاتب لك هنا. زي ما الديفلوبرز بيستعرضوا عضلاتهم على الجيت هاب، انت كديتا ساينتست يفترض تستعرض عضلاتك وين؟ على الكاجل. ايش بيكون انت عندك في البروفايل تبعك؟ بدل ما يكون مستودعات اكواد، بيكون عباره عن نوت بوكس انت اشتغلتها وبتكون موجوده هناك، تمام. في شغله كثير مهمه هنا انا ما ذكرتهاش، في انه النتيجه تبعت الاكسكيوشن تحفظ في النوت بوك، وهذه شغله كتير كتير مهمه بالنسبه لنا. ليش؟ لانه انت عندك موديل استغرقت 10 ساعات في بنائه، النتائج لازم تحفظ وتشوفها كيف، وكيف شكل الرسمه وكيف شكل النتائج والاكيورسي وكل الامور هاي كلها. لانه انت بدك تيجي تسلمها بعد هيك، بدنا نيجي نطلع عليها نشوفها كيف، ما فيش داعي ان احنا نرجع نشغل وننتظر 10 ساعات، لا، هي النتائج محفوظة. وهنا نفس الاشي في الكاجل، ان انت بتحفظ النوت بوك وبتعملها كوميت وبتحفظ النتائج فيها، فبالتالي زي ما انت شايف الرسمات وكل الامور هاي انه بتكون محفوظة انت عندك في البروفايل تبعك. طبعا انت ممكن تدخل هنا كومبيتيشنز، تمام. فهاي النوت بوكس ممكن تتعمل نوت بوك جديد، نفس الفكرة، نفس اللي انت بتعمله في الكولاب تقدر تعمله هناك. ممكن تعمل انستليشن لباكيج، ممكن انه تستخدم اللينكس كوماند، ممكن انه انت تكتب بايثون كود. فهنا بيقول لك انه انت ايش اللي بدك اياه، بدك نوت بوك ولا سكريبت؟ سكريبت بيكون انت عندك ملف، يعني زي ما شفنا هنا، في الاكواد هاي زي هيك، هذا عبارة عن سكريبت بيسموه، اللي هو عبارة عن كود فايل. طبعا بطبيعة الحال النوت بوك هو الأفضل. وهنا في سيتنجز انه انت تسمح مثلا بالانترنت كونكشن او ما تسمحش، والشغلات هذه كلها، وتفعل الجي بي يو او لا. هنا برضو نفس الفكرة، في 16 جيجا رام وكواد كور سي بي يو. كذلك عندك من ضمن المنصات، عندك منصة ريبلت او ريبلاي ات. هاي منصة كتير بتدي لك يعني مرونة انه انت تكتب بايثون كود هناك وتعمل ران بدون، لو انت تحتاج تعمل ديفلوبمنت شغلة على سريع، وبتدي لك انه انت ممكن تعمل بوش لهاي على الجيت هاب او في مكان ما. فانت هنا بتختار مش بس بايثون، اي لغة انت بدك اياها، سواء كان جافا او سي بلس بلس. بنختار هنا بايثون، فتنشئ. طبعا هو بيكون بابليك، ممكن انت عندك خيار انه تعمل بابليك او برايفت، تمام. هيعمل لك المين فايل هنا، وانت بتبدا تكتب في الكود برنت هلو، هذا الكلام انت بتشغله هنا اونلاين، اي نتيجه طلعت بهذا الشكل. وممكن حتى تكتب ويب ابلكيشنز، لو انت بتشتغل على الفلاسك او الجانجو ممكن تشغله على الريبلت
بهذا الشكل. وهنا انت في عندك شير ممكن انه يعني تعملوا كوميت على الجيت هاب عندك. فهذه المنصة الثالثة اللي ممكن انه انت تشتغل عليها اونلاين. المنصة الرابعة والأخيرة اللي هو المايكروسوفت ايجور. هاي notebooks.azure.com. لازم انه انت تدخل بحسابك تبع مايكروسوفت. هما بيقولوا انه لغايه الان احنا بنوفر هاي الخدمه فور فري، بس بعد هيك احنا ما بنعرفش، بس انه يعني البلانز تبعتهم انه يعني انه تضلها فور فري. فبالتالي انت ممكن تعمل نوت بوك جديد، تمام، او تفتح نوت بوك سابقه ممكن تعملها كلون وستار وكل هاي الامور يعني زي هيك. فهذا عبارة عن مستودع، فبتروح الله يعافيك يا رب، فبتروح انه بتشغل النوت بوك. نفس الفكرة بالضبط، انه انت ممكن انه النوت بوك شكله زي هيك، انه انت بتشغله وبتسوي كل الشغلات اللي ذكرنا لك اياها، انه انت تعمل انستليشن للباكجز وبتشغل لينكس كوماند وبتعمل اكسكيوشن لكود نظام المارك داون. فهاي كانت كل البايثون بلاتفورمز الفري اللي انت ممكن تستخدمها اونلاين، وفي غيرها طبعا كتير انه بتكون مدفوعة بتدي لك سماحية وقت اطول، تمام؟